كنت بسأل الفنانة غادة إبراهيم، بقول لها بعرض عليها صورة الدكتور أشرف زكي، بقول لها بصفته النقيب يعني، دكتور أشرف زكي كمثال للنقابة، مين من زمايلك وقف جنبك؟ في حد؟ قولي اه ولا لا. حد وقف معاكي؟ في بس مش اللي أنا كنت متخيلاهم صراحة يعني، يعني مش الكم اللي أنا كنت متخيلة. الناس اللي وقفت معايا بره الفن أكتر بكتير. طيب بكتير. غادة اتحطت على جهاز تنفس صناعي. أنا كنت مع المحترم دكتور سعيد حساسين على الهوا في برنامج في قناة العاصمة. في قناة العاصمة. برنامج محترم قوي قوي، وكنت أول مرة في حياتي أشوف دكتور سعيد حساسين، ولقيت نفسي ما قدرتش، وقعت على الأرض وبنفسه بصراحة، هو وطاقم العمل وصلوني المستشفى المعادي للقوات المسلحة بصراحة في المعادي. أنا سيدي عشان أنا ما بدخنش يا أستاذ محمد، ال 14 يوم اللي قعدتهم في حجز دار السلام عملوا لي مشكلة في التنفس. طبعا وكل التدخين السلبي، الناس مش مصدقة إن أنا فنانة لا بدخن ولا بشرب ولا معروف إن معظم الفنانين يعني طب ما نعمل إيه طيب؟ عملوا لي تحليل حضرتك طب شرعي طلع سلبي. طيب كلمة الكحول والمخدرات ومادة ترامادول. طيب أنت قلتي إن برضو من ضمن الكلام اللي أنت قلتيه في تصريح ليك في يوم السابع، هاتوا لنا يا جماعه الصوره بتاع اليوم السابع لو موجود عندكم، قلت 2019 وش السعد عليكي ليه؟ ماما بدات تستعيد صحتها بعد ما كانت تعبانه جدا، وكمان حكم النقد صدر في 2019 وكمان وبدا يجي لي شغل تاني، والناس تكلمني والمخرجين تكلمني تاني وتعرض عليا، حسيت ان انا يعني ما خسرتش حاجات كتير. كنت في حرب وربنا قدرني، اكرمك وخرجت منها باقل الخسائر طبعا، الحمد لله طبعًا. بالعكس ان في خسائر دايما في اي معركه، يعني كان ممكن انا ابقى متجوزه لسه ومكمله جواز لغايه دلوقتي ومخدوعه مثلا. تعالى اوريكي صوره مهمه جدا وتقولي لي، عايز صورة هتقولنا كده صورة الفنانة ياسمين صبري والفنانة ياسمين رئيس ومي عمر وأمينة خليل. يهمني جدا أسمع رأيك، مين فيهم الأربعة ترك بصمة أو عمل بصمة من وجهة نظرك وهم محسوبين على الجيل الحديث؟ ما يعني سواء ياسمين صبري أو ياسمين رئيس أو أمينة عمر أو مي أمينة خليل عمر. أو مي عمر طبعا أقواهم في التمثيل أمينة خليل، ممثلة رائعة أنا بحبها جدا على فكرة جدا. ياسمين رئيس ممثلة هايلة برضو، وشها جميل جدا في الكاميرا ما شاء الله. يعني مين فيهم اللي ترك بصمة أكتر منهم كلهم؟ مين اختاري لي واحدة فيهم سبب بصمة؟ بصوا كلهم زي القمر ما شاء الله، وخاصة بنت بلدي، بنت بلدي الإسكندرانية القمر ياسمين صبري دي قمر ما شاء الله. ياسمين سبب بصمة؟ لا ولا أمينة؟ لا أمينة وياسمين رئيس سابوا بصمة. سابوا بصمة طيب، بس على مستوى الجمال ياسمين صبري قمر ما شاء الله. خالد يوسف، هتقولنا صورة خالد يوسف؟ ماله الفنان خالد يوسف، المخرج خالد يوسف. كلام سخيف اتقال؟ لا ما اشتغلتش عمري معاه. خلينا الشائعات بقى، بص خلينا نتكلم ان دي كلها شائعات على فكره. في بلاغ عند النائب العام حضرتك مقدم في صاحب الفيديوهات، لانه ما قالش اسمه صراحه، قال حرفين في المحامي بتاع الفيديوهات وفي اللي نشر الكلام ده في جريده الوطن، اللي هو موضوع الفيديوهات، انك انت غاده مطورتها في فيديوهات خالد يوسف. اولا عايز اقول لحضرتك حاجه بس، غاده نفت الكلام ده. خالد يوسف صديق جوزي دي نمره واحد. طبعا اثنين، والاهم عمري ما اشتغل، مش جوزي، زوجي السابق. الاهم من كده اني عمري ما اشتغلت مع خالد يوسف خالص، عمري كلام ولا اعرف ده كلام فاضي ما حصلش اساسا، مش اساسا. وغاده مقدمه بلاغ للنائب العام، ده موجود في اللي اشاع الكلام ده، معايا رقم البلاغ كمان. تم حاجه في البلاغ ده؟ من ضمن بلاغات متقدمه بقى انا ورانيا يوسف وكذا حد. طيب هسالك كام سؤال وتجاوبيني بكلمه واحده، ولا لا؟ وفي حاله هتقولي لي ليه. غاده ابراهيم ممكن تكذب؟ ولا لا؟ لا. الشهره اهم من غاده الانسانه؟ ولا لا؟ لا. التمثيل بالنسبة لغادة أفضل من الرقص والغنى؟ حياتك الخاصة فيها صندوق أسود الناس لسه معرفتهوش؟ إيه هو؟ بسرعة.